استاذه ليلى، مساء الخير. مساء النور، وتحياتي لحضرتك وتحياتي لكل الموجودين، تحياتي للرائد محمد. اهلا بحضرتك. ربنا يا رب يخليك لمصر اللي هي اسرتك الكبيره، ويخليك لزوجتك، وانا ما اعرفش بقى انت بتتجوز ولا لا، يخليك لاسرتك. المهم يعني طب والله ممكن نسأله السؤال ده، يعني لو ما كانش متجوز يعني اكيد هتبقى فرصة كويسة، لو كان متجوز نقول له نتمنى له السعادة بقى، ونتمنى له انه يدخل البيت سليم النهارده. ايه بقى؟ انا متجوز 4. نعم، بس ده قافل كده، قافل خالص. لا ده انت بعد الهوا بقى تحكي لي. الحقيقة أنا سمعت النشيد الدعم الشعبي لأبطال القوات المسلحة بصوت أبطالنا وأسودنا وجنودنا في الصاعقة، ربنا يا رب يخليهم لمصر. وأنا الحقيقة قمت سجلت من أول ما نوهته في البرنامج إن أنتوا يعني هتعلنوه، أنا قمت سجلته وبصوت عالي عشان أنا ناوية إن شاء الله وأنا خارجة أخد معايا ريكوردر الصغير بتاعي وعليه في اي مكان بقى، انا راكبه الاتوبيس هعليه، لان الناس حضرتك ما تعرفش استاذ عمرو النشيد ده عمل تاثير وجداني جدا جدا في مشاعرنا، لان احنا فعلا مفتقدين للنوعيه دي من الحماس الوطني، وخاصه ان هي حاجه بصوت ولادنا، ولادنا في القوات المسلحه. يعني قليل قوي احنا بنسمع طبعا اغاني عبد الحليم و اكيد الكلام والاغاني الجميله اللي اتربينا عليها، لكن حاجه بصوت ولادنا. وانا يمكن كمان عايزه اقول لحضرتك حاجه مهمه، في احدى القنوات دلوقتي حالا عرضوا نفس النشيد ده، بس كمان عملوه هو، طبعا بشكر المخرج الرائع اللي هو اخرج النشيد ده، هم كمان عرضوه بصور الابطال بتوعنا، يعني جايبين منسي وجايبين صوره علي اللي هو الدبابه، يعني كل خالد مغربي كل حاجه بتتقال على شهيد من الشهداء بيجيبوا صورته، فده طبعا شيء جميل، يا ريت برضو انتوا تعلنوها لنا كل شويه باذن الله. استاذ عمرو، عايز اقول استاذ عمرو احنا محتاجين للنوعيات دي من البرامج المحترمه، وقواتنا المسلحه دول ولادنا، يعني أكيد. في مصر ما فيهوش قوات مسلحه، اكيد مش فرد من افراد القوات المسلحه، عايزين على طول تستضيفوهم، عايزين على طول نبقى معاهم ونحسسهم ان احنا بندعمهم وبندعي لهم في صلواتنا. والله يا استاذ عمرو انا وانا بصلي قيام الليل بالليل بقول اللهم اني استودعتك رجال مصر جيش وشرطه، اللهم احفظهم يا رب العالمين، قولوا امين. آمين. 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 شكرا لحضرتك.